السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم النهاردة في درس جديد على قناة يوسف فوتوشوب توتوريالز. في درس النهاردة إن شاء الله هنشوف إزاي نعمل لوجو لشركة ألعاب. تابع مع الدرس. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم الدرس. في البداية أنا هعمل الدرس على الإلستريتور. لو هتستخدم معايا فوتوشوب، أنا قلت قبل كده في دروس إزاي تستخدم الفوتوشوب في إن أنت تعمل دروس قصدي تعمل لوجوهات آسف. وان شاء الله الدرس يكون مفيد. نبتدي الناس اللي هتشتغل معايا على الالستريتور. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم، نفتح نيو. اي مقاس مالكش دعوه بالمقاس، او مش ما تشغلش بالك بالمقاس يعني. قبل ما نبتدي ما تنساش تدوس لايك للفيديو، لانه ان شاء الله باذن الله يكون مفيد، لانه لايك حلو والله يعني. اللايك بجد يعني بياكد لي ان الدرس فعلا كان مفيد والناس اللي بتتفرج عليه عجبها الدرس. ماشي، نبتدي الدرس. اول حاجة انا جايب صورة هنا لدراع بلاي ستيشن عشان اشوف يعني انا هعمل لوجو لشركة العاب، مش ههتم باسم الشركة، انا ههتم بان هما هيبقوا شركة العاب. فانا اول ما حاجة جت في بالي لشركة العاب، انا جت في بالي موضوع دراع بلاي ستيشن، وهو ده اللي انا هعمل عنه البداية، هعمل عنه اللوجو ان شاء الله. نبتدي اول حاجة. لو نلاحظ هنا هو دايرتين ونازل منها الايد اللي احنا بنمسكها، بدأ من اول الدايرة لكنها لاخر الدايرة من هنا. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم، نجيب الدايرة اهي، تدوس عليها دوسة تقيلة تختار الدايرة، نعمل دايرة كده. الاول اتاكد ان انت خلي اللون هو الاسود والستروك، دوس على العلامه ديت انه نون، ما في من غير لون. تمام، نجيب البين تول، نعمل الجزء بقى اللي نازل من الدراع ده هنا. نيجي هنا عند المنتصف بالظبط، السنتر هيظهر لك، ونعمل هنا كده، نعملها نشدها بكيرف، وبعد كده نيجي عند السنتر التاني ونعمل كده ونقفلها، ندوس على نهاية النقطة. شكلها مايل بزيادة عن اللزوم، نجيبها كده شوية، نمسك النقطة ديت بأداة ال Direct Selection Tool اهي، نجيبها كده شوية ونلف كده ديت شوية. تمام كده بإذن الله. حدد الاتنين، تعالى هنا اختار عند باث فايندر، او لو مش لاقيها ممكن تجيبها من هنا، هتلاقيها هنا ان شاء الله اهي، واختار ديت، دوس على العلامة ديت اللي هي يعني معناها ان هي بتعمل يونايت، بتضم كله مع بعض، تعمل اتحاد يعني ما بينهم. هنا لو نلاحظ النقطة دي داخلة لجوه شوية، خليها كده. تمام، بقى عندنا وهنا كمان النقطة دي داخلة جوه، عاملة كسرة كده ملهاش لازمة يعني، خليها شكل اللوجو مش هتخليها شكلها حلو. تمام، بقى عندنا ده الجزء اليمين، دوس كنترول سي وبعد كده كنترول اف عشان تعمل منها نسخة تانية. طب انا عايز اعكسها، تعالى هنا عند اداة الروتيت، اختار ريفليكت او اختصارها او، ودوس شيفت واقعد لف لحد ما تلاقيها عملت لفت بالعكس يعني زي كده. في الفوتوشوب لما بتدوس كنترول تي ونختار من كليك يمين لكونفرت هوريزونتال، ان انا لفها من اليمين للشمال ونبعدها مسافة معينة كده يعني، مش مسافة يعني مسافة معقولة. وخلاص احنا كده عملنا الايدين اللي بنمسك منها، نعمل بقى الوصلة اللي ما بينهم، ممكن نبعدهم عن بعض شوية. نجيب اداة المستطيل او الريكتانجل ونعمل وصلة ما بينهم كده تكون عريضة اهو، ابتدى شكل الدراع يظهر معانا، ممكن نوسعها من فوق بس من تحت نخليها زي ما هي. تمام، نيجي بقى هنا نعمل الهزازين او الزرار الهزاز اللي هو ده اهو ده. نجيب الدايرة ونيجي هنا يعني بين المستطيل والدايره ديت يعني الجزء الممسك اللي احنا عملناه،
كبره شويه تمام ونعمل منه كوبي. ممكن تدوس الت وتسحبه على اليمين او تدوس كنترول سي وكنترول اف وتجيبه شمال يمين تحطه في نفس النقطه نفس المكان يعني اهو. لو عندنا الهزازين نقدر نضمهم كلهم مع بعض يعني تجيب السلكشن تول لو حددت كده هتلاقيهم كلهم اتحددوا. دوس على رسمه اليونايت هتعمل لهم كلهم مع بعض ضم تضمهم مع بعض يعني في لاير واحد مع بعض ان ما يبقاش فيه جزء وجزء لا ما فيش اجزاء هي هو شكل شيب واحد بس. الشكل واحد غير يعني غير اللي مهتم بالالعاب مش هيفهمه لكن واحد متابع الشركة ديت ومهتم بالالعاب قوي وبي يعني بي واحد مجنون بالجيمز يعني فاول ما يشوف اللوجو هيفهمه على طول. انت تعامل مع الشخصية اللي بتتعمل لها اللوجو فمفيش واحد جيمر مش هيبقى عارف شكل دراع بلاي ستيشن شكله ايه او دراع الواي فاي قصدي الاكس بوكس او فالناس يعني الناس اللي ليها الشغوفه بالموضوع هتبقى عارفه شكله ايه تمام. تعمل هنا تعالى هات الدايره تاني تعالى عند السنتر بتاع الدراع واعمل دايره. لو انت السنتر ده ما بيظهرلكش دوس كنترول يو او اختار من هنا سمارت جايد ان هو لما تيجي تعمل اي حاجه يجيب لك احداثيات الحاجه يعني بص هنا اول ما بتحرك يجي لي السهم الاخضر ده معناه ان ده كده السنتر بتاع الدايره. نجيب الالوان بتاعتنا الالوان بتاعت الفلات ارت اللي احنا متعودين نستخدمها دايما نختار لها اي لون الدايره ممكن نختار لها اللون الاحمر مثلا ورجعها ورا الدراع عشان الدراع يظهر دوس كنترول وحرف جي او لو انت الكيبورد بتاعك انجليزي دوس علامه اصغر منه تمام. احنا عندنا الدراع اهو اختار الدراع واختار الدايره ودوس شيفت ام او مش شيفت ام اختار الاداه دي اهي دي شيب بيلدر تول ودوس على الت ودوس على الدراع هتلاقي الدراع اختفى الدراع اتقسم من الصورة وبقى عندك الدايرة دي اهي عليها رسمة الدراع زي الدراع اللي احنا عملته انا في التطبيق قبل كده. نضيف بقى لمسة كده جمالية بسيطة هات الدايرة برضو واعمل دايرة كده هنا تبقى في الربع فوق كده بعيد يعني وخلي لونها ابيض وهات هنا من الـ transparency او يعني هي دي اختار منها غير المود بتاعها من هنا بدل نورمال خليها اوفرلاي هتلاقيها شديدة قوي كده خليها 50% او خليها بدل كل ده خليها 30% ممكن تخليها كده. هتلاحظ ان الدايره دي كده دوس شيفت ام برده ودوس الت امسح الجزء الخارجي من الدايره وسيب الجزء ده اللي هو ده اهو انت ممكن تحطه في اي حته بس انا هخليه في الجزء اللي فوق وممكن اضمهم كلهم في جروب احددهم كده ودوس كنترول جي ان هم يبقوا في جروب واحد. الشركه اسمها جيمنج وورلد او عالم اللعب عالم الالعاب يعني نكتبها جيمنج وورلد تمام. نختار للكتابة اللون بتاع اللي احنا كاتبين بيه لو الخط دوت مش عاجبنا ممكن نخش نختار انا هجيب خط من عندي اللي عايز الخط اسمه جو بولد تقدر تدور عليه في دافونت اسمه جو بولد جيمنج وورلد بقت عندنا الكلمة اهي صغر اللوجو شوية نجيب الكلمة كده وممكن نكتب كمان كلمة وصف تحت كده
ونكتب مثلا، ممكن نكتب مثلا الجملة بتاعت شركة أديداس، ممكن نكتب just do it، أو نكتب مثلا الكلمة بتاعتها just game. يعني كلام بيبقى لايق على الموضوع، مش نكتب كلام ملوش أي علاقة بشركة لعب أو كده، لأ كلام لايق على الموضوع. تحطه هنا واختار الكتابة، عايزين نبعد الحروف عن بعضها، دوس ألت وسهم يمين كذا مرة، هتلاقي الحروف عمالة تبعد عن بعضها كده لحد ما تجيب المسافة اللي انت عايزها. تمام كده، نحطها في منتصف كلمة just world، أو لو مش عارف تظبطها على النص تعالى هنا عند elegant، أو جيبها من ويندوز وهاتها من هنا اهي، ودوس على الرسم ديت اللي هو يخليها horizontal elegant center، أو يبقوا هما الاتنين على سنتر واحد كده. تمام كده، ان شاء الله يكون الدرس ان شاء الله بتاع النهاردة خلص. اتمنى يكون عجبكم بإذن الله ويكون درس مفيد، ونجرب. تعالوا نغير قبل ما نقفل، تعالوا نغير لون اللوجو، يعني نعملهم كلهم في جروب. ممكن نغير لونه، خليه ابيض، ونجرب نحطه على لون مختلف. نحطه على اللون الاحمر مثلا. ادي لوجو اللعبه اللي احنا لوجو شركه الالعاب اللي احنا لسه عاملينه. وممكن نعمل الخلفية، ممكن نخلي ديت أصفر، ممكن نغير لون الخلفية ونخليه مثلا كحلي، أي لون، المهم يكون اللوجو لايق مع الشركة اللي انت هتعملها، وتختار حاجة المستخدمين بيفهموها في الشركة ديت. يعني لو هتعمل لوجو لشركة بلاي ستيشن، ما اتأكد ان اي حاجة هتعملها الناس متابعة للفيديو، وقصدي متابعة قصدي للشركة، وهتبقى فاهمها، متقلقش. ان شاء الله يكون درس النهاردة خلص ويكون عجبكو. وما تنساش لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل له لايك عشان اتأكد ان هو فعلا كان درس مفيد، وانشر الفيديو على قد ما تقدر، لانه الشير ده يعني انت كده بتشارك خبرتك، بتشارك قصدي معرفتك بالفيديو لغيرك، خلي غيرك يعرف الفيديو، خلي غيرك يعني يستفاد بيه زي ما انت استفدت. وان شاء الله اكون وفيت في درس النهاردة. اشوفكم في حلقات كتيرة جاية ان شاء الله على خير. كان معكم يوسف محمد من قناة يوسف فوتوشوب توتوريالز. سلام عليكم.